بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمين النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم في الدرس ده إن شاء الله عن أهم حاجة هتقابلنا في بدايتنا مع ريلز، وأفضل حاجة وأريح حاجة عموما يعني هي ألا وهي السكافولدينج. الدرس الاخير اتكلمنا عن المودلز وعرفنا ازاي نعمل موديل، وعرفنا انه لما بنعمل موديل عن طريق الريلز جنريتور بيكون لنا كلاس اسمه موديل، وبيكون لنا المايجريشن بتاعته اللي فيها وصف التيبل الحقيقي في قاعده البيانات او وصف الجدول الحقيقي في قاعده البيانات. وقلنا ان هو بيعمل عن طريق التي البلوك فاريبل دوت التي، نقدر نعمل من خلاله تي دوت سترينج او تي دوت فلوت او تي دوت ديسيمال او تي دوت تكست او تي دوت تايم ستامبس وهكذا. وبالمناسبه التايم ستامبس ديت اللي هي الموديفايد ات وكرييتد ات، دولت الزمن اللي تم فيه ادخال القيمه دي في قاره البيانات والزمن اللي تم فيه التعديل عليها. ديت ريلز اوتوماتيك بتعملها لنا مجانا من غير ما احنا نعمل عليها اي حاجه، من غير اي اللي هو من غير اي منطق بنكتبه احنا او كود بنكتبه احنا بايدينا. طيب دلوقتي جميل جدا، الجنريتور عمل لي مثلا برودكت وعمل لي المايجريشن، بس لما نيجي نشوف هنا في الفيوز مش هنلاقي حاجه اسمها البرودكت فيو، تمام، ومش هنلاقي حاجه اسمها البرودكت كنترولر برضو. طب يبقى جميل جدا لو عملنا كل الخطوات ديت في حاجه واحده، نعمل كنترولر بتاع الموديل والموديل نفسه، ونعمل المايجريشن، وفي نفس الوقت نعمل الفيوز الكامله اللي هنحتاجها، وفي نفس الوقت نعمل التستنج فيتشرز اللي هنحتاجها لما نيجي نعمل تيست بعد كده. ده هنعمله ازاي؟ سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. بمنتهى البساطة تبتدي ان انت تفتح المشروع بتاعك، تفتح التيرمينال على المشروع بتاعك زي ما تعودنا دايما بالشكل دهوت، ونبتدي ان احنا نكتب ريلز جنريت او جي اختصارا بس سكافولد بالشكل دهوت. السكافولد ده بياخد اسم الموديل بتاعه، تمام، هنقول له مثلا برودكت، ولاحظ ان احنا كاتبين برودكت ليه؟ لان احنا عاملين برودكت قبل كده. هنقول له احنا عايزين ايه؟ احنا هنقول له احنا عايزين النيم دهيت، عايزينها على هيئه سترينج. بس يهمني برضو انت تعرف لما يبقى الفيلد بتاعك من نوع سترينج تقدر تشيل اللي هي نقطتين في بعض السترينج ديت، بحيث ان ده الافتراضي بتاع ريلز اساسا، يعني لو عملت نيم ومسافه كده يبقى خلاص هو ده السترينج. ممكن نقول ديسكريبشن، بس الديسكريبشن ده هوت هنعمله ديسيمال مثلا او فلوت، خلينا في الفلوت، تمام. وبعد كده اسف هيبقى تكست ولا ايه؟ وبعد كده اوبا انا اتاكدت انت الغلطه، هيقول لي طبعا ايه؟ هيقول لي ان الحاجه دي موجوده قبل كده، تمام. وكويس ان انا عملت الغلطه ديت بحيث ان احنا نعرف ايه المشكله، تمام. انا كنتش لسه كملت البرودكت ديفينيشن بتاعي، بس عشان نعرف ايه المشكله وازاي نعالجها. هو دلوقتي قال لي ان في مايجريشن بنفس الاسم دهوت وفي موديل بنفس الاسم ده موجودين، عايز تغيرهم استخدم الفورس مود. طيب ماشي، احنا هنعمل كده، بس الاول نكمل الديفينيشن بتاعنا. هنقول له بعد الديسكريبشن لو تكس ده احنا عايزين البرايس كمان من النوع فلوت بالشكل دهوت، وممكن يكون في بيكتشر من النوع تكست هنسيبها من غير اي حاجه. وبعدين هنبتدي ان احنا نقول له داش داش فورس بالشكل دهوت. دايما في التيرمينال او في الكوماند برومت لما تحب تباصي معطى للريلز جنريتور بتعمل داش اف مثلا، داش حرف واحد او اتنين داش وبعدين كلمه، تمام. اتنين داش دي معناها اللي هيجي بعدها مش حرف واحد، هيجي بعدها كلمه. وبعدين هنتك انتر، فالفرصه دي هتعمله لنا، هتشيل الديفينيشنز اللي كانت موجوده قبل كده وتبتدي ان هي تعمل ديفينيشنز جديده، والحاجات اللي ما كانتش موجوده هتضيفها، تمام. فنلاحظ دايما احنا دلوقتي موجودين، ما فيش كنترولر هنا اهوت، تمام، وما فيش وفي برودكت تيبل هنا، بس اوتوماتيك حطت البرودكت كنترولر، واوتوماتيك بقى في برودكت فيو، تمام، بالشكل دهوت بالشكل اللذيذ ده. واحنا كنا كل اللي قلنا له ايه؟ عمل لنا جنريت سكافولد للبرودكت. السكافولد ده تعال نشوف عمل لنا فيه ايه بقى. شغل الاكتف ريكورد وشل لي المايجريشن دهيت، وعمل لي مايجريشن بنفس الاسم بس بتاريخ مختلف، وقال لي ان البرودكت ده ايدنتيكال فما عملش فيه حاجه. شغل التست يونت ده برنامج في الريلز، ولقى التست ده موجود ما عملش فيه حاجه،
بس غير البرودكتس دوت يامل عن طريق الفورس، وغير الراوتس تمام، وابتدى انه يعمل كرييت للاف فيوز بالهامل طبعا لان احنا شغالين بالهامل، وابتدى انه يعمل الهيلبر ميثود، وابتدى انه يعمل جي بيلدر والاسيتس اللي هي الكافي والاس سي اس اس وهكذا. لما نيجي نشوف بقى بعدين في البرودكتس فيو دهوت هنلاحظ مثلا انه موجود جواه هامل كود بيوصف لنا الفورم بارشل. بتكلم بعد كده عن الفورم بارشل، ولما نيجي نفتح البرودكت كنترولر هنلاقي الكنترولر ومش جواه ميثود واحده زي ما كنا بنقول في الهالو. لو تلاحظ ان احنا كنا محددين اسماء الهالو والجود باي، لا هنلاحظ هنا انه في البرودكت كنترولر عمل لنا ميثودز وعمل لنا دوكيومنتيشن عليها كمان، ازاي تحب تعمل توصل لها من متصفح وازاي توصل لها من برامج الموبايل والكلام ده عشان تجيب تبقى بابليك اي بي اي، لان برامج الريلز هيها نفس البرنامج بيبقى عباره عن اي بي اي، وفي نفس الوقت بيبقى موقع عادي جدا، يعني ينفع يخدم على برنامج موبايل وينفع يخدم على برنامج ديسكتوب اللي هي كلاينتس يعني، او البرامج الاخرى اللي بتكون واجهه ثانيه للموقع ده. وفي نفس الوقت هو قائم بذاته، في حط لك الاندكس والشو والنيو والاديت والكرييت والابديت تمام، الريسبوند تو دو فورمات دهيت الطريقه ديت ديبريكيتد ما عادتش موجوده قد كده يعني، بقى في ريسبوند ويز دلوقتي هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. المهم ديستروي تمام، وقال لي في برايفت ميثودز، برايفت دي لما تيجي كل اللي بيجي بعدها بيبقى ايه برايفت ميثودز خاصه بالداله ديت. البرودكت برام هنتكلم عليها بعد كده، والسيت برودكت دهوت وهنعرف ايه لازمه الاثنين التو ميثودز دولت بعدين ان شاء الله. المهم ان هو عمل لي كل ده من عنده، انا ما عملتش اي حاجه، وعمل لي الفيوز وعمل لي التست وعمل لي الموديل والداتا بيز وظبط لي الدنيا كلها، وانا لحد دلوقتي ما عملتش اي حاجه خالص. دي قوه الريلز جنريتورز، دي قوه البرامج اللي بتعمل جنريت او بتولد اكواد جاهزه لينا في الريلز، ودي اللي بيخلي انت تصمم موقع على الريلز سهل جدا، ممكن يخلص معاك في 3 ايام بالظبط وتاخد عليه مبلغ محترم كمان. اتمنى اكون افدت. السلام عليكم ورحمه الله.